يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توجد محبة طبيعية من المؤمن لوالديه علما أنهما كافران؟ نعم، محبة الولد الولد يبر بوالديه الكافران، يبر بهما ولا يحبهما، لكن يبر بهما من باب رد المعروف، من باب رد المعروف، يرد عليهما جميلهما، صاحبهما في الدنيا معروفا، اتبع سبيل من أناب إلي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، ولا يحبهم، لكن يكافي الوالدين على معروفهما فيحسن إليهما ويبر بهما مع أنه يبغضهما. نعم.